السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اندلع حريق مهول في محلات تجارية بالمركز التجاري لسيد المختار إقليم شيشاوة، وحسب مصادر إعلامية محلية فإن الحريق قد شب في الجناح المخصص لبائعي الأسماك، حيث أتى على أكثر من 15 محلا تجاريا بالكامل في ظروف غامضة. وفور علم رجال الدرك الملكي والوقاية المدنية انتقلوا إلى عين المكان للتحقيق في ملابساته بأمر ما النيابة العامة المختصة، وتم إخماد الحريق.